رجعلكم مرة تانية، وأكيد الكلام مش هينتهي عن ملف الشهداء وملف أسر الشهداء، سواء المصابين أو سواء الشهداء اللي يمكن أهاليهم لسه جزء كبير جدا منهم، إن لم يكن يعني 99.9 منهم، بيعانوا معاناة شديدة جدا إن هم يقدروا، يعني طبعا مفيش حاجة بتعوض اللي راح، بس على الأقل إن هم يقدروا يحصلوا على التعويضات المناسبة، أو يقدروا في علاج المصابين إن هم برضو يقدروا يوفروا لهم أحسن علاج، علشان خاطر في منهم أصيبوا كمان بعاهات ممكن تكون مستديمة، ممكن تكون فعلا فقدوا مستقبلهم. وأعتقد إن دي حاجة مش سهلة، يعني الكثير من الناس بيسعوا في هذا الموضوع، سواء جهاد أو سواء مستقلين أو متطوعين. ومن هؤلاء المتطوعين النهاردة معانا فريق من أنشط الحقيقة الفرق اللي مشاركة، أو من أنشط المجموعات اللي بتساهم في هذا الملف، وهو تويت خير. تويت خير النهاردة هيكون معانا مؤسسته، وهي الأستاذة رناء الدلديري، وهي أيضا خبيرة إعلامية. صباح الخير، صباح أخصائية النور. إعلامية ميديا سبيشالست. صباح الخير. وايضا معانا منى عبد الغني، وهي باحثه بمعهد كليه الزراعه ماجستير. صباح الخير. صباح الخير. ازيك؟ الحمد اخبارك لله. ايه؟ انت على طول مع رناء. احنا تمام. بنتكلم على تويت خير، وبنتكلم ايضا على حاجه اسمها مشرحه، صح؟ صح. طيب انا بنخد الناس ونقول لهم موضوع مشرحه دوت، انت على طول الاول بتويت خير. مين هما تويت خير؟ تويت خير، انا يعني في المقام الاول انا على تويتر، او من يعني تويتر يوزر، يعني بستخدم تويتر بشكل مستمر، سواء في الاخبار، سواء مثلا وجودي في اماكن اللي بيحصل فيها الاحداث، فبستخدمه دايما. فده خلى عندي يعني ناس كتير قوي بتتابعني، وفي نفس الوقت انا من عندك كام فولور؟ حوالي ما بعدش ما اكتر واحد فولور الناس بتفولو عليه جاستن بيبر، ودي حاجه تزعل الحقيقه، وليدي جاجا، الاثنين يعني. ما علينا. طيب. ففي نفس الوقت ابتديت ان انا اهتم بموضوع المصابين ده، فقلت ان انا لازم استغل الفولورز او الناس اللي بتتابعني، استغلهم طبعا في الخير. يعني حلو. المصابين بس ولا كمان اسر الشهداء؟ المصابين واسر الشهداء. تمام. ابتديت ان انا اعمل اكاونت اسمه تويت خير. الناس اللي هي المصريين اللي هم بره مصر، او المصريين اللي هم في اماكن بعيده عن القاهره، او اماكن بعيده عن الاحداث، ان هم بس يبعتوا منشن او رساله لتويت خير. الرساله دي بتتصور، بيتم تصويرها كده سكرين، زي سكرين برينت كده، وتتظبط، وبعد كده تروح للمصابين، بتبقى زي برقيات ليهم. طبعا احنا مش هنقدر نعوضهم عن اي حاجه، والدوله ما عوضتهمش عن اي حاجه للاسف، فبنحاول ان احنا نعمل لهم سبورت معنوي او دعم معنوي، ان هم يحسوا ان الناس على الاقل لسه فاكراهم، الناس مقدره الحاجات اللي هم دفعوها تمن لان هم بس يغيروا. طبعا. بدايتي ده او القصه دي بداتيها امتى؟ بداتها من حوالي يعني من قبل احداث محمد محمود، في شهر نوفمبر يعني. وانضم ليها او تحمس ليها كام ممبر او كام؟ يعني حوالي 800 يعني. 800 على مستوى مصر ولا كمان في من بره؟ لا، كمان في من بره. يعني انا في كمان لما بدخل على اكاونت تويت خير بافاجئ بواحد كل يوم الصبح يبعت لتويت خير صباح الاهليه، يعني كل يوم الصبح، كانه كل يوم الصبح بيصبح على المصابين بشكل مستمر، يعني من غير حتى ما يعني بيمل او بيقول لا ما حدش هيرد عليا، لا، كل يوم الصبح حاسس ان هو صوته واصل للمصابين. فزي ما احنا بنروح للمصابين وبنزورهم، بنشوف ايه اخر المراحل وصلوا لها، فبرضه بنخلي الناس تقوم بنفس الدور بس بشكل افتراضي. يعني انا عايز اعرف لما بتروحي وتشوفي وتعرفي اخر المراحل اللي وصلوا لها، او اذا كانوا وصلوا مراحل اصلا. بس قبل ما نخش على القصه دي نشوف اول منى. منى، انت مع رناء في تويت خير ولا في مشرحه؟ وايه موضوع مشرحه ده؟ مبدئيا هو انا اتعرفت على رناء ان انا كشعور عادي زي اي حد تاني، نفسي ازور المصابين، حاسه ان هم عملوا جميل معانا، انا لازم ارد الجميل. اقل حاجه ان احنا نرد بيها الجميل ان انا اروح ازورهم، اشوف مشاكلهم ايه، او على الاقل ان انا اساندهم معنويا. دي حاجه وحيده تقدري تقدميها. فلقيت بقى رناء على تويت خير كاتبه ان هم هيروحوا يشوفوا مصابين وكده. طب تمام، هنتفق نروح. رحنا واتقابلنا في القصر العيني، ده كان اول مقابله، كان ساعتها وقت احداث محمد محمود، وزورنا خالد عبد الله، وكان في احمد صالح الله يرحمه يعني قبل ما يتوفى. بس فنشأت بقى الصداقه بتاعتنا من هنا، ف لغايه لما اتوددت قوي ان احنا وقت ما احمد صالح توفى كلنا رحنا مشرحه، فوقفنا معاه بقى، فلقينا ان احنا
مش انا ورناء بس، احنا كان كتير موجودين هناك، ناس نعرفه وناس ما نعرفهمش. لقيت حتى صحابي بالصدفه، زمايل المدرسه وزمايل الجامعه هناك. فبدات بقى ان احنا، طب تمام احنا هنكون بقى فريق مشرحه. احنا كنا اربعه، انا ورناء وداليا ونرمين، وداليا ونرمين كانوا بادئين حتى قبليه كمان بفتره. انا يعني انا بدات ان انا من محمد محمود بقى ابتديت ان انا يبقى لي علاقه بالمصابين وكده، وبعد كده ابتدت ان احنا ننشئ علاقه وديه بيننا وبين اهالي المصابين والشهداء. ف يعني لقينا نفسنا مثلا بنروح لمامة احمد صالح دايما ونسلم عليها وهكذا بقى. شايفين صور مبدئيا ده لتويت خير ولا فريق مشروع؟ لا ده تويت خير كنا عملنا. قلت بدل مثلا انا ومنى وداليا او نرمين نروح، فقلت لهم بدل ما انا كل شويه اروح للمصابين بالورق اللي هو الرسائل اللي جات لي على تويت خير، فقلت طب ليه ما نعملش رحله بدل ما ننتقل من رحله افتراضيه لرحله على ارض الواقع. فقلت لهم، سميتهم عصافير تويت خير على شكل العصفوره بتاعت تويتر يعني. ففعلا ناس كتير تفاعلت معايا. دي المصابه عزه هلال، معروفه طبعا، اللي دفعت عن ست البنات طبعا، اللي دفعت عن ست البنات طبعا. ده احمد صالح، هو شهير باحمد العجوز، فعملنا له زي كده هديه من تويت خير. كانت مبادره بصراحه، بس ناس كتير قوي ما تفاعلتش معاها. هي مبادره ان احنا نسمي الحارات او الشوارع اللي عاش فيها الشهداء باساميهم. ففعلا رحنا عملنا، على الاقل لما دخلت على مامه الشهيد احمد صالح وباباه، يعني كان رد احمد صالح كان في اي احداث؟ محمد محمود. هو يعني قصته برضو للأمانة ان هو كان شاب في محمد محمود. حتى انا في صور، بس مش عارفة هما يعني جابوها ولا لأ، صور للحاجات اللي كان ماسكها، القطن والشاش بتاعت احمد صالح كانت بالزبط. في البيت عنده. أوكي. وبعدين سابها ونزل. هو كان من المسعفين، وكان واقف، كان المفروض بيحضر لبحث التخرج بتاعه كمان، كان واقف في محمد محمود، فلقى ضابط بيضرب شاب اسمه خالد. الولد ده عنده خزال يعني شلل، بس بالعلاج الطبيعي ممكن يبقى احسن، يعني يبقى يرجع تاني يبقى طبيعي. فاحمد صالح وقف قدام الشاب ده وقال للضابط ما تمدش ايدك عليه، فكانت النتيجه انه اخد رصاصه مباشره في زوره. اتنقل للمستشفى، واتنقل للقصر العيني مع خالد في نفس العربيه الاسعاف، وكان كويس. بس طبعا لان في ما فيش نسبه تطهير عاليه للمكان، فاصيب ببكتيريا. المهم ان هو وصل، قعد اسبوعين مامته وجدته في ممر القصر العيني على البلاط، قاعدين في البرد. هو يعني هم ناس يعني كويسه ومقتدره، بس قاعدين على البلاط. كنا بنروح، لما كنا بنروح كل يوم القصر يعني، كنا بنشوفهم قاعدين لابسين عبايات، حتى ما غيروش لبسهم، قاعدين في يعني في على البلاط الساقع، وابنهم في حاله غيبوبه. لحد ما مات اكلينيكيا بعدها بحوالي 10 ايام، وبعدها خلاص يعني توفى تماما، واتنقل للمشرحة. ومن هنا بقى قدرنا اتعرفنا على واحدة اسمها، شخصية جميلة اسمها سحر، وعبير احمد ونرمين وداليا وسناء. كل دول يعني مجموعة، كلكم بنات. بس والله في ولاد يعني فين خير بقى. معلش مش قصدي اقطع المواصل ليه يعني، فين الولاد؟ لا هما بيتدربوا، احنا بنسحب بقى، احنا اللي بنسحب. طيب كونتوا بقى الفريق ده؟ طبعا اكيد الاحداث اللي انت اكيد مريتي بيها وكلكم مريتوا بيها وشفتوها، وعن يعني عن لمس مباشر سواء مع التعامل مع الناس، اكيد هو ده اللي دفعكم انكم تعملوا كده. مظبوط. بتعملوا ايه بقى برضو يعني؟ اولا يعني ما حسيتوش ان اسم مشرحه ممكن يكون اسم يعني شويه صادم، ولا انتوا كنتوا قاصدين كده؟ هي جت بالصدفه، لان احنا ده المكان اللي احنا اتقابلنا في حوش المشرحه. اوكي. فده المكان اللي احنا اتقابلنا فيه. تمام. فبقى حتى كل ما بنتقابل للاسف، يا اما بنتقابل في القصر العيني بالصدفه، يا اما في المشرحه، يا اما في عزا. تمام. فيعني للاسف كل الاماكن اللي بنتقابل فيها يعني لا تصور يعني، معظم الحاجات المؤلمه هي اللي جمعتها. بس يعني بس ده يعني هو مش صادم ولا حاجه، لانه أوكي. فعليا الصادم الصدمه الحقيقيه في الواقع، الصدمه الحقيقيه في ام شهيد. يعني عيد الام كان من كام يوم. طبعًا. انا يعني محرجه وانا بكلم والده الشهيد احمد صالح وغيرها من الامهات. يعني احنا ما جبناش
اولادكم قتلوا بدم بارد ومفيش اي قصاص و... وده السؤال بقى، وعشان كده عايز ارجع لاهم النقطه. الدعم المعنوي مهم تمام. جدا 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 مظبوط. ولكن الاهم برضو ان احنا نقدر نعمل حاجه، ان احنا نجيب حقوق. مظبوط. فانتوا موجودين ومجموعه اتكونت، تقدروا تعملوا ايه؟ والله اللي احنا بنقدر نعمله ان احنا ناخد من مرتباتنا نقدر نجيب الادويه او الحقن اللي هي تنفعهم. يعني نرمين، انا برضو دي حاجات واقعيه يعني. نرمين كان في بين محمد مصطفى، كان في حاله صعبه جدا، كان محتاج نقل دم، فضلت يعني هي كانت بعكاز كمان، فضلت ماشيه بعكازها لحد الساعه 1 الصبح بتلف على اكياس دم ليه، لان وكان معاها اخوها، فضلت تلف باكياس دم هي ورجلها تعبانه، ويعني وكانت في حاله يعني في حاله صعبه جدا علشان تجيب له اكياس دم. تمام. يعني بتحاولوا كمان يكون في مفيش اي دعم، مفيش اي دعم، مفيش اي دعم مادي لا من الدوله ولا من المستشفيات، مفيش اي نوع من التعامل الكويس الانساني، مفيش اي نوع من كل بقى اللي بيتكلم الصناديق والكلام اللي هو بتاع الجرايد، لان الحنجوريين بقوا كتير. هو مش كلام قوي، هو يعني هو تعويض لا يتناسب اطلاقا مع مدى الاصابه. يعني انا لما الاقي مثلا مصاب عنده شلل رباعي واخد تعويض 15,000 جنيه، هو المبلغ في حد ذاته يعني لو حد شافه ده مبلغ كويس، بس مبدئيا لما واحد يعيش حياته كلها عنده شلل رباعي وفي الاخر يبقى معاه 15,000 جنيه ومتجوز وفتح بيت وعنده اسره، هو تقدر ياخد مره واحده 15,000 جنيه وخلصنا على كده. ده ما ينفعش. وهو لسه في مثلا اعانه مستمره او حتى وظيفه لا لحد دلوقتي لسه موضوع الوظايف ده ما اتفعلش رسمي، يعني او انا ما شفتش حد لسه من هو كلام بس ما فيش فعل، انا ما شفتش بعيني مصاب هو خد وظيفه وراح في المكان الفلاني. تعاملوا مع كام حاله او كام اسره؟ انا تعاملت فعليا يعني بشكل قريب قوي مع حوالي اكتر من 20 حاله، بس في يعني حاله برضو التاكيد على كلام منى، رجل اولاده الاثنين متفوقين دراسيا وانا مش هذكر اسمه، هو مصور صحفي، فقد وظيفته لانه اصيب بعاهه، واولاده الاثنين اصيبوا في موقعه الجمل ومتفوقين دراسيا، اخذ تعويض، هو دفع قبل التعويض 20,000 جنيه على علاجه. طبعا التعويض ده اصلا يعني اسمح لي ده ولا حاجه اصلا. هو مصور في جريده خاصه ولا جريده حكوميه؟ لا جريده، لا جريده خاصه. اوكي. ما خدش مثلا اي تعويض من هذه الجريده؟ ولا اخد اي حاجه. الراجل ده باع بيته وبقى احنا انا بكلمك ليه؟ لان انا يعني احنا دارسين قوي الموضوع بالظبط، وربنا انا هقول لك التفاصيل بالشكل الصح. طبعا. فقد بيته، باع بيته، باع عربيته، ودلوقتي قاعد بنحاول ان احنا نساعده في انه يدفع ايجار البيت اللي قاعد فيه ومصاريف الجامعه بتاعت اولاده. حالته يعني فعلا ماساويه. تمام. ده غيره كمان من الامهات اللي هم مثلا اولادهم ايتام وبيلفوا بيهم. اعرف حاله كمان ام عند مشلوله وابنها اصيب، ابنها عنده 15 سنة، هو في تالتة اعدادي. تمام. اصيب متبهدلة بيه. طب منى دلوقتي عايز اسأل يعني حاجة بمنتهى البساطة، احنا بنشوف مثلا لما بيحصل اي دعوة مثلا في اي برنامج بالليل على سبيل المثال ولا اي حاجة، يقول لك احنا النهاردة عايزين نفتح باب التبرعات ونفتح باب ان احنا اي حد مش عارف ايه، بتلاقي في 5 دقايق لو شخصية اعلامية مشهورة ولا كده بتلاقيه في 5 دقايق جمع لك ملايين وهو قاعد. تمام. في صندوق او في شيء يوصل للناس دي. فانا سؤالي هو انتوا ما حاولتوش غير بقى الدوله ووعودها التي تنفذ او لا تنفذ، انتوا ما حاولتوش مثلا ان انتوا تقدروا تعملوا حاجه زي كده مبادره، بما ان انتوا عارفين هم محتاجين فلوس في المقام الاول او اعانه في المقام الاول، ما حاولتوش تعملوا كده؟ تمام. هو الموضوع ان احنا ما نقدرش ان احنا نيجي مثلا نطلق مبادره تعالوا نلم فلوس، انها عشان لازم بتبقى شبه حاجه رسميه، يعني لازم تبقى بشكل رسمي. تمام. تبع جمعيه او تبع مش عارف. تمام. فاحنا تمام. احنا ما عندناش الامكانيه دي دلوقتي، بس احنا عندنا قرايبنا، عندنا اصحابنا، اصحاب اصحابنا، فبتدي ان هم يتبرعوا بناء على
الثقه اللي بيننا وبينهم. انتوا عايزين توسعوا، ما هو احنا يعني مثلا بس في انا عندي انا عندي مثلا اصحابي ورنا عندها اصحابها، فبيبتدوا كل واحد بيجي في نطاق عيلته او قرايبه ويبتدي ان هو يلم فلوس، بيلم مبلغ ساعات كويس ساعات ما بيلمش قوي على حسب، بس احنا ما نقدرش ان احنا نعمل ده بشكل رسمي لان احنا ما عندناش الامكانيات. لا بس دلوقتي بالفعل احنا حاولنا ان احنا نعمل جمعيه، بس فعلا في زي ريستريكشن او الاجراءات او اجراءات مكحفه، لا يعني تكاد تكون مستحيله دلوقتي ما بعد الثوره بالذات. يعني فكره انشاء الجمعيات والتبرعات والكلام ده كله عليها قيود غير طبيعيه. وما حاولتوش انتوا تضموا لحاجه قائمه مثلا اوريدي او شغاله فعليا؟ حاولنا، تقدر هي لها اسم او لها حاولنا كده. بس في حاجه مهمه برضو لازم نقولها، انه الناس ابتدى يعني ثقتها تقل نظرا لسياسه التعتيم المتخذه والسياسه والازمه الاخيره والتضليل التعتيم ده كله. افقد اصلا الناس الثقه في الشهداء، يعني اذا كان المصاب احمد حراره ابتدى يطلع ناس اكاد يقولوا ان هو مختلين خلاص. يطلع ناس مختلين يقولوا ان هو اللي ما بيشوفش وما بيعمل ان هو عادي وان هو بيدعي. ده حتى في الشهداء، يعني ده حتى في الشهداء. يعني حضرتك بتتكلم على بعض من الاشخاص او بعض من الناس وهم مش قليلين وصلوا لمرحله من اللا انسانيه في ان هم بيشككوا في الشهداء بيشككوا في المصابين، فمش هننتظر منهم فلوس. هيطلع صندوق، هيطلع قدامه مليون خبر يقول ان الدوله عملت صندوق وان المصابين متنغنغين وان المصابين معاهم فلوس وان وان وان، والكلام ده كله كاذب ولا له اي اساس من الصحه. طيب تقدروا سريعا جدا تقدروا تعملوا ايه تاني غير يعني طبعا على فكره احنا بنحيي جدا اللي بتعملوه تماما، لكن احنا لما بنتكلم دايما بنحب نشوف وايه كمان، يعني بنبتدي من الجيد ونوصل للجيد جدا ومن الاحسن وكله في الاخر مصلحه الناس. فتقدروا او محتاجين مثلا تعملوا ايه تاني؟ هو ده دلوقتي مبدئيا في مجموعه من اصحابنا تانيين سحر ووليد ومهندسه لبنى كذا حد، مفروض ان هم عاملين دلوقتي بنلم زي تبرعات، بنشوف المصابين ان هم ممكن نعمل لهم مثلا مشاريع صغيره شويه تبتدي ان هي تاهلهم شويه تقف جنبهم. بالذات وليد، يعني وليد وليد ومهندسه لبنى بالذات، نذكر برضو الرجاله برضو اللي بيتعبوا بصراحه. وليد واحد من الناس اللي تقريبا سايب شغله وبعربيته بيروح العبور وبيروح السويس وبيروح الاسماعيليه علشان يروح للمصابين ويطمن على حياتهم بالظبط. المفروض ان هو بيعمل زي دراسه حاله للمصاب ده، بيشوف ايه الاصابه اللي جات له وجات له ازاي وايه اللي يقدر يعمله بما يتناسب مع اصابته، فنبتدي ان هو يدرس بقى مشروع صغير طبعا على قد الامكانيات اللي معانا، ويبتدي ان هو يفتح له المشروع ده ويسيب له دخل بقى يبتدي يدي دخل للاسره، يعني يرجع الحياه الطبيعيه تاني للاسره دي. نتمنى يكون كل الحاجات اللي اتكلمتوا عليها ديت على الاقل وصلت لاي حد يقدر يساعد، مش بنتكلم بس مساعده ماديه. مزبوط. اعتقد ان احنا كمان الاهم هي المساعده المعنويه، ممكن بنشاط ممكن بفكره ممكن بوظيفه بكلمه. يعني انا حتى على تويت خير بقول لهم الناس مش هتقدر تقدم اي دعم، على الاقل تبعت كلمه، يعني لو كمان عرضوا الصور رد فعل المصابين حتى دي بالنسبه لها بتبقى نفسيا، لان بتساوي كتير بيبقى عندها قوي. مشاكل كتير جدا او امراض جسديه، لما بيبقوا نفسيا على الاقل حاسين ان هم شويه مرتاحين او الناس فاكراهم او مقدره اللي قدموه، فده مهم قوي. نتمنى دوت احنا عامه هكون معاكم خلال نهارك سعيد، بنحاول نقدم لكم كل الدعم اللي انتم عايزينه، لو في اي حدث بتعملوه هنبقى موجودين معاكم، لو في اي دعوه عايزين توجهوها هنبقى موجودين معاكم، فيعني قولوا لنا واحنا من خلالنا اللايف نحاول نساعدكم على قد ما نقدر يعني على كل المستويات. يعني رناء الدرديري مؤسس تويت خير وايضا مؤسس مشرحه من تحت تويت خير. لا هو مشرحه هي جت من الالتقاء الجماعي الانساني يعني اللي حصل في الاماكن دي، واخصائيه اعلاميه ايضا. بنشكرك شكرا جزيلا، وايضا منى عبد الغني وهي باحثه في بحوث زراعيه، مظبوط، ماجستير. بنشكرك شكرا جزيلا برضو. وزي ما شفتوا يعني اهو الناس كل واحد بيحاول على قد ما يقدر يعمل اي حاجه على حدود المتاح، لكن في الاخر يبقى دور الدوله اللي هي النهارده واحنا بنعمل انتخابات رئاسه ولا بنعمل ثوره ولا بنعمل اي تغيير حتى لو اختلفنا عليه، هو بفضل كبير جدا بسبب ناس ضيعوا شغلهم وضيعوا حياتهم وضيعوا يمكن كمان مستقبلهم وغيرهم، ضيعوا اولادهم عشان خاطر اللحظه ديت، فيا ريتنا نفتكرهم. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معانا.